يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لي أن أخرج زكاتي في بلدي في الإجازة المقبلة أم يجب علي أن أخرجها هنا حيث أقيم مع أسرتي؟ زكاة إيش؟ المال أو الفطرة؟ ما ذكر شيء. زكاة المال في البلد الذي فيه المال، زكاة الفطر في البلد الذي فيه البدن. زكاة الفطرة تكون في البلد الذي فيه البدن المفطر عنه، وزكاة المال تكون في البلد الذي فيه المال. نعم، هذا هو الأصل. نعم.